كيف؟ السلام عليكم زازلوس أبردان. مرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي فيديو جديد وفلوغ جديد. اليوم فلوغ وتحدي عاوتاني بالنسبة لي. اليوم غادي نخلي ابتسام تعيش النهار كامل عروسة. ابتسام اليوم غادي تعيش الاجواء ديال العروسه، يعني خصها تمشي للصالون، يعني خصها تلبس تلبس اللبسات عاوتاني. شنو تسميو دوك الحوايج ديال العروسه؟ تكاشط ولا ما عرفتش؟ هي هذيك تلبس الحوايج ديال العروسه، وفي نفس الوقت عندي لها واحد المفاجاه من بعد لما غادي تلبس وتحفن في الصالون. وقولها لنا. ما نقولهاش لك حتى المره. مفاجاه. هاكا دابا هي ديجا ملي قلت لها البارحه شنو غنديرو نسقات مع واحد الصالون اللي كتمشي ليه ديما وكتخدم فيه، وفي نفس الوقت نسقات مع السيده اللي تجيب لها البيسات. داكشي هاي كلاس واجده ساده. ما تنساوش انتم ديروا واحد لايك وتشتركوا في قناه فعله جرس باش يوصلكم جديد، وانزلوا كومنتيرات وقولوا شنو كتوقعوا هذه المفاجاه اللي موجد لابتسام من غير اللبسه من غير العرسه وداكشي. ويلي هو ما بغيتش تقول لينا انا وياه هما نتوقعوا. اه خلاص خلاص شوف معايا الدار دابا نضرب الحط عاوتاني البلدي عاوتاني البلدي خطا باي باي خطا اخويا خطا اخويا. المهم ها هو السنتر بسمة يعقوب، سنتر بسمة يعقوب ها هو راه كاين في الدخله ديال السلام حدا هذيك كونسينينتال ولا ما عرفتش شنو سميتها. والعزاوي ها هو غادي يمشي باش يلبس باش يجي يديني صح. هو العريس صرح جاي معاك عريس هادي كما كتصعير عاوتاني. هذاك الشيء اصلا علاش جيت دابا عند اشكا خوتي حيت عنده واحد شنو هذيك واحد اللعيبه كتكريبيش عرفتي علاش؟ حيت غنلبس البلدي البلدي مع كاسكيطه. لا بعد اللهم مكريبي الشعر ولا كاسكيطه. لا دابا جيت عند اشكا باش ندي داك البرودوي اللي غيكريبي الشعر، وخصكم تعرفوا واحد الحاجه معيش حطينا ابتسام مع تسعود في الصالون دابا 12 مشينا كنقادو شي وراق راه هما كاينين تما عاد باش وصلت 12 وباقي ابتسام ما صونات مازال ما لبسات. بحسن عوال العيالات اخويا ايه بزاف. دابا تشوفوا حنا شحال ندوزو ديال الوقت في الحوايج. اخوتي ما عرفتش ما ندير ليه انا. شوف ها كل مره كندير له شي حاجه الراس طاحيت زيراتني ما عجبتنيش ودرت ليه داك الكيراتين ما صدقش. دابا شوف دابا ندير ليه كورلي ونشوف كيفاش غيجي ستيل ودي، ومن بعد عاوتاني نديرو شي بلان بحال دابا ندير ليه عاوتاني شي بروتين نتي حلق ناضي ونشوف بحال اش غيجي البلان نبدل اللوك عاوتاني. هادي ديالاش كتمشط بها ولا شنو؟ كيفاش كتكريبي؟ هاكا غادي نكريبي بها وهذا هو هذا هو البرودوي اخويا اللي قلت لكم هذا شنو سميتو كركل اللي شكال كركل اللي اليوم غنتزوجها في شكال. اليوم العرس راك معروض ها؟ كلكم معروضين اخويا. انتم اخوتي وجدت اللبسات اللي غنلبس اما هادي اما هادي ما قدرتش نختار بيناتهم. داكشي علاش حطيت ستوري في انستغرام. داكشي علاش كنقول داكشي علاش كنقول لكم دخلوا الانستغرام كنحط فيه ستوريات اللي حمقين ديال بصح. قلت لهم يختاروا لي واش الزرقاء ولا البيضاء، وهنا كما كتشوفوا مجد هادي راه هشام اللي عطاني الطريقه باش نستعملها. اش كاين هشام؟ اليوم غنتزوج اختك. صافي نساك العرس العرس اخوتي العرس انت غادي بحال لبيل فاش يلا تزوج اختك. داوود والله ما غلا ديتها هي وديتك حتى انت معايا انت جيك صافي هشام نساك. المهم خوتي غنلبس وحده من هادو غنبوكلي الشعر ونرجع لكم. ها نعيمه ولات وحده اخرى مازال ما وليت وحده اخرى ناس. يا سلام. المهم كيما كتشوفوا فوتيتو على ماشي الصفر فوتيتو على الزرق في الانستغرام، ولكن كاين واحد المشكل صغير لقيت الجيب ديالها متقوب ماشي الجيب ديال الزرقاء السروال متقوب اخوتي من هاد البلاصه ما عرفتش علاش هي متقوبه اخوتي. دابا هادو الصراحه تيكونوا مزيرين فاش يلاه كتشريهم مع ما كتفسرهمش كتشريهم في السوق وما كنتحرك بحال هكا قطعت واقيلا في يامات العيد. وهذه يلاه جات اصلا من صبانه يعني مكويه بالنار وداك الشيء واللعيبات وعطسه مكمشه لبستها في العيد وشديتها حتى في المريم. اذا ماذا لبسوا هذه واخا ما فوطيتوش عليها ولكن ما كانش شي فرق بزاف باقي لها شي نسبه ديال غير في اللون غير في اللون 1% لا ماشي بيناتهم الفرق في الانستغرام شي 1%. لقيت واحد الحاجه اخوتي غنمشي عند الحلاق نطراسي عاوتاني مولاي العريس وبطبيعه الحال كلينا الشعر ولكن ما جابش نتيجه حيت شعرك ما حرش بزاف ما عرفتش. المهم ما عرفتش علاش ما جابش نتيجه ولكن اللهم هكا بدا ولا مشاكل. جاب زاهي اخوتي مشي عند الحلاق. ايه واش انا مسطي لبست هذا الشيء وقلت لكم نمشي عند الحلاق ولكن شوف نمشي عند الحلاق لا لا من فكره خصني نحيدهم ما كاينش. شوف
نداو ثاني هادشي ونمشي عند، ولكن هادشي ما كيتقارنش مع ديك المعاناة اللي كدوز العروسة في النهار. تحية النقافات ناري 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 مكة مكة. دابا انت ابراهيم قربتينا زعما كنت يوم الابتسام عروسة ودابا انت وليتي عروس عريس. لا ودابا ما جاتش اخوتي نوقف حداها نبهدل اخويا. جينا عند السي سعيد يضرب لنا حسنات ولا يستر طالع عاوتاني خويا ابراهيم. دابا انت غت تيتك وحنا غن ومالك شوش كيفاش وزيرة الحج جو كيدير صباح الخير كسفاتي وراهم شعرو شوفو بحال جات لي هذيك ناضيه. دابا حيت هو شعرو شويه قاص فهمتي حريس غتجي مع ناضيه هذيك اللعيبه. هذا ما صدقاش لي صافي وثاني ما صدقاش لي صدق هي وبعدا الكره قدات لي البلانشه والله الا اليوم راه العرس خصك تكون ناضيه كاينه ولا ما كاينه. لا والو العزاوي يا سلام. المحاولة الثانية ديال البوكلاج هذا دابا واحد اخر برودوي اخر ماشي من داك اللي عطانا اش كفاش كيبوكلي زعما وحنا نشوفوا دابا النتيجة ديالو ولكن ما كيهمناش دابا. شوف الشعب كيما جا صافي شنا من جيش حتى كيما قلت لكم ديروا وقيت نجيو لشي سعيد نقادوا البروتين اللعيبات في داك الشيء الله يحفظك. دابا اللي بان لي هو كيبان فينا الضويق. دابا بنتي هدا قبيله ما كنتش كنبان. لا كنتي كتبان ولكن شوية. المهم الخوت حنا دابا قراب للصالون وانا في الداخل ديالي واحد الاحساس واحد الشعور ومشاعر مخلطه حيت عارف بالله ملي غنشوف ابتسام غتصدمني. عارف بالله ملي غنشوفها غتصدمني لحقاش حنا فايت درنا العرس ولا كنحضروا مناسبات والماكياج اللي كدير خفيف وحتى فاش درنا عرس درنا عرس على قد الحال وما جابتش نقافه يعني غير ماني نضار قادوا لها الالاعيب وداكشي كان داكشي خفيف ماكياج خفيف لبسه وحده اللي لبسات دوزنا وقيد زويون داز داكشي بخير الحمد لله. دابا راه بحال غنمشي عند عروسه يعني غنشوف ابتسام عروسه اختي وخوتي راه ما يمكنش غتكون مختلفه تماما على ابتسام اللي كتشوفوا ديما وان شاء الله بربي تعجبني ونكملوا في الزواج. حتى نضحك ابتسام انت عارفه راسك بالله انا تنبغيك كيف ما كنتي حيت كنبغيك انت ما تنبغيش المظهر ديالك وكذا واللعيبات وديك زعواش الهضره ديال الله فهمتك. انا تخربقت اخوتي صافي. اي ابتسام انا بعدا ما عرفتكش ما عرفتكش انا كل ما هضرت ما تعرفتيش. المهم هذه اللبسه الاولى صراحه بزاف فنه تبارك الله على الميك اب ارتيست ديالنا وتبارك الله حتى على النكافات الشيء عندهم هائل. غنشوف الريكشن ديال العزاوي ما عرفتش غيعرفوا ولا لا محال واش يعرفوا. لا ما يعرفكش عيط لي عيطت لي صافي مشيت عيطت لي صافي درتي لي ستريس انت مشيتي وجيتي حيت ما عرفتش علاش ما عرفتيش علاش عيطت لي. يلاه سير صافي ندخل شوف الصوت الصوت عوزي عوزي صافي يلا ادخل ادخل اصاحبي ما تحشمش ما تحشمش غير شي خويا مرتي تبارك الله عليك الزين. لا والله يتاوا كيفاش كبرين برين صدماتك ياك. لا قلت لك انا صدمتك ساكن كلبسكم كليل انا اش نجي خامل مع الشيء دابا تضحك عليا وماشي. لا واعر تبارك الله عليكم الله يتاوا ها الميك اب ارتيست جي جوا غير اجي وكان بالي فينا غير دير هكا دابا هادشي فيه لبسه وفيه الميك اب ايوا شنو راه الميك اب ارتيست صافي ليش هي صافي ليش عليه والنقافه راه هي. لا هادشي ناضي ناضي صافي صافي تاع يا خواتاتي يا خواتاتي لا يا خواتاتي راسكم انا اول مره كنستريس ماشي زعما حيت كاينين هنا الصالون تبارك الله ما عرفتش مرتك ستريسي من البيت. انا عارف انك قدام الناس ما كنحشمش ولكن ما حشمش ماشي هكا اول مره تشوفني هكا باك هما كيشوفوا هذا الفيديو عاود يقول لي زيدنا في الصداره. هي هادو اللي خصني نزيدهم في الصداره هادو اللي ردوني هكا تبارك الله عليهم. لا لا المهم وريت لكم الكافه دابا غنوريكم الميك اب ارتيست اللي دارت ليا حتى كيرضى تبارك الله عليك الله يعطيك
داكشي الله يعظيم الله. شوف انا اللي راجل كنقول لها تبارك الله عليك هذا الشهر ضروري تبارك الله عليك بس حبيبكم كاملين الله يكبر بك الله فيك وريني لكم فين كاين السنتر ديالها مرحبا بكم كاملين والانستغرام غنحطه في الديسكريبشن اكيد ديالها وديال حتى ديال المكافاه كلشي غتلقاه في الديسكريبشن النوامر ديال التليفون وكل شيء اي حاجه بغيتوها معلومه غتلقاها في الديسكريبشن ان شاء الله. مرحبا بك احنا عندنا لوكال جينا للبلاصه فين الصالون ديال النقافه حيت تاير عندها صالون وهنا مع لي كلي راجعه ثاني زايد والصالون زعما ما فيهش الكليانات تما كاين الكليانات بغيناش نديرو رجل الوقت وجينا لهنايا واصلا كاينه الجلسه انا عاوتاني ندير التصويرات مع هنا في الجلسه وصافي دابا غادي نبدلو التكاشت مع ما سيدي. المهم الاولى كتبوا لي في لي كومونتير على 10 كي جاتكم لا شوفي على 10 شوفي ما فيهاش ما كاينش النقاش واعرين انا قلت لك ما فهمتش في هذا العالم ولكن تيبان لي داكشي اللي بغيت نقول لهم ان هاد الكاشط راه جداد راه يلاه دخلوا اول عروسه غتلبسهم هي انا شتك فرحتي براسك عاوتاني شمن عروسه انا اللي شتي غادي نستقى بلا ما نتناقشوا واخا تنهضر مع باك صافي انت ما نهضرش معاك دابا صافي يا خونا على اتصال دابا تحسي براسك عروسه ياك كتوري السيده البوزيسيون اللي خاص كتوري البوزيسيون حيت حنا ديجا كما قلت لكم ما درناش العرس درنا شي حاجه خفيفه وما درناش هاد القضيه ديال البوزيسيون عرفتي منين انت كتحلمي بهذه اللقطه واصلا راه 10 سنين واش انت كتقارن ديك الساعه 10 سنين نسى ما عرفتش شحال ديال الزواج داز والله الا سحبي واش 7 سنين سبع سنين داكشي اللي قلت لك بلا ما كاين 2013 3 سنين نسيتها 2012 اوكي ضربنا التصويرات واعرين في طبيعه الحال نحطوهم في الانستغرام عاوتاني ودابا جات نوبه اللبسه الثانيه يلا سيري في الصحراء كلشي الالوان عاد ثاني يلا سيري عشان تضحكوا شويه مع اشكا مع ما صورتش معنا الفيديو ديال اليوم قول لي شنو وحده في نظركم غتجي معاه هي رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة رقم ربعة رقم خمسة كتبوا في كومنتيرات شنو وحده غتجي معاه مالك مكة انا هذه تهيت عليك بغيتي الغزية انا غنشوف اجي مع هذا كري هذا قرونا اجي مع الكورونا المهم حسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة اختاروا من واحد حتى خمسة شمن وحدة في نظركم تجي مع اشكا نضحكوا معاها شوية خوت مزيان يا ويلي عاوتاني اشكا ما عطاتنا وقت حنايا صافي السيدة كتصور ها اشنو ضرر السطرية او تا هادي واعرة بزاف اللون جا معايا زوين هاد الأورانج لا انتي زوينة اصلا اي لون كتلبسي كيجي معاك اشتي دابا راه دابا شوف ما حدنا ما حدنا اليوم زعما فرحانين خلينا نتعنبوا على خاطرنا المهم كيما قلت اللبسه الثانيه حتى هي واعره الله يتاوي ضرب ضرب او يا سلام كتضحكي فرحان لا واعره بزاف ابتسام لا كاين واش دار المفاجاه استعدا شي كتنوم الصباح شنو هكاك او بلاتي عرفتي شنو ملي غتلبسي الاخرى اللبسه الاخرى غادي نديك داك الكوتشي اللي ديما كتقولي بغيت نركب فيه دابا غتركبي فيه وانتي اصلا عروسه صافي مزيانه دابا باهيه عجبك الحال مزيانه يلا تلبسي اللبسه الاخرى ومشي ابتسام ضاربه مع دابا مع الطفل ما بغاش يتحل ليا التليفون علاش ما بغاش يتحل ليا التليفون ما عرفكش بغيت تبدل اي ما عرفني قال شي بعدا ما كذبتش انا فاش ما عرفتكش راه محمد فاش دخل عندك ليا وخرج قال لي فينا يا راه ما لقيتهاش اصلا انا عاوتاني على ساندريلا لا لا تصدق جا معاك واعر صح وهادو راه كل وحده والستيل ديالهم مختلفين على بعضياتهم وكل وحده كتقول راه كتجي معك اكثر من الاخرى وما راه حيت واعر ولكن كلشي لا 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 النقافه اجي عاودي بالي معايا عجبتيني زيدي كلشي على هاد الزين هادي لا تبارك الله عليكم تبارك الله عليها داكشي عندها يا سلام هي ماما تبارك الله ربي يخليك الله يخليك اشتي خاصنا دابا والجوق صافي شنو خاص نبقى خاص ما كانش هاد القضيه ديال الكورونا كورا عاودنا العرس ديال بصح ان شاء الله واش كل وحده والتاج ديالها واقيلا ياك كاين كل وحده معاش كتجي انت داكشي واعر بلاتي دوري نشوف كيوت انت فيها زواقه في التحت داكشي واعر عاوتاني زاهي يا خوتي واش دار المفاجاه يلا نمشيو يلا نمشيو وهذاك سندريلا ستركب السياره سندريلا عندها ديك سميت هذيك شنو هي كوتشي والكوتشي ولاش غاديين دابا يلا افتح ليها اوكي ناري على شوف لا واقيلا تركبي اللور بس تركبي مرتاحه
اللور اللور اش هاد العروسه هادي تاش لا ركبي ركبي اللور ابتسام تحليها يلا سيري يا لاله ابتسام مرحبا والف مرحبا باش يخوي ليا شكرا درتي الريحه للطوموبيل ياك كيما وصلتك مريحه ابتسام عاوتاني الله يلا كتباني كيوت مع الطوموبيل عاوتاني عجباني عجباني مرتك انا عاوتاني دابا ضرب فيك الضو ديال الله داك واحد الشميشه ياسر ما كنعرفش نضربها واحد العومه هكا ماشي طاش جديده يلاه داخله تجمع بالملحه انتي ها هو الكوتشي واجده يلا زيد نمشيو داك الشيء على بركه الله والسلام على رسول الله الى الجيل جسدنا محمد الله ما نزل على سلامتك انا جاي عندك شكرا عندك كما شي كيشد 110 كيلو 110 كيلو انا نجلس حداك انتي سميتها احسن سيلفي في العالم ويلي الله يلا اختك عليا المهم نستغل الفرصه ونقول كلمه في حق ابتسام ما كتعرفيش طيبي علاش ما كنعرفش نطيب هذه هي الكلمه اللي باغي تقول في حقي ما حشمتيني طيبي غير القلب غير القلب ياك وبعدا كنطيب شي حاجه لا صح كنبغيك بزاف وكنشكرك على هاد السنوات كامله اللي دوزتي معايا في المعاناه شكرا هي لو جيتي شفتي لي شي صرت للذهب لا والو زعما صافي خوتي قطعوا الفيديو لا شوفي كنقولها لك ديما الا عندنا راه عندنا ما عندناش حيت الحمد لله فاش ما كانش عندنا ما قدرناش اننا نديرو مناسبه نهائيا وكنوعدها انه ان فوا غادي تجيب لنا شي بنيته ولا شي ولد راكم شفتوا الفيديو ديال التيست ديال الحمل وكذا كنا فرحانين غادي يكون ماشي 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 يكون سبوع غتكون عرس غيكون عرس ان شاء الله لحقاش فاش كتولد المرح حتى هي اش كيديروا كينكفوها كدير العمليه وجيو نيت عند الاخت زينب هي تهلا فيك عاوتاني كيما تهلات في دابا ويدوز واحد الوقت اللي واعر بزاف ان شاء الله زاهي خلاص قبل مكه واسكا حتى هو ضروري ضروري ربي دابا تخيل معايا واحد النهار غنحضروا لعرسك نتايا ما مزوجش كاملنا كنا كنقولوها واي واحد في العمر ديالك كيقولها حتى شويه كتلقى راسك تزوجت ودابا غير كنقولوا باش تزوجت زعما داير الديمون هذاك داير الضمون سيبوا لي كانت في الشيش على رجليك ولي كلمني الله يهديك ولي كلمني الله يهديك ولا 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 وليك الله يهديك الله يهديك بسلام الله يهديك لحبيبه ما حافظتش انا ما حافظتش اخويا لا 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 ايوه هو اش تكلفت يا ابتسام كريت 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 هاكاك اي ديك الصحه والراحه نضربوا التصويرات اخوتي جينا لاكوط هنايا داكشي يا سلام او تلقاو التصاور بطبيعه الحال في الانستغرام والمعلومات ديال السيده النقافه بطبيعه الحال كما قالت لكم ابتسام حتى هما في الانستغرام والكوفر حتى هما في الانستغرام في الديسكريبشن ديسكريبشن كلشي زاهي اخوتي الله الا جات معاك الصور مع الصور داكشي يا سلام لا هاد راه كنذهب انت اي اي صافي صافي انت صافي حواليتي بقيتي كتشوفي والو ولا لا عريس كيدير بالسكيه ما قدرتش زعما هاك اخويا خلينا نكملوا المناسبه ديالنا لازم غادي تصاوب واحد السيده دايزه خدامة في واحد المحل عطاتنا الورد زاهية ورد تبدا اربعة عري وحدة ديالي وحدة ديالي الصحة والراحة كما قلت لكم ايسلان ايفنت هما الناس اللي عندهم هذا الكوتشي هذا لو بغيتو تجيو انكم تركبوا فيه السائحين كيركبوا بثمن ولكن الا كان عندك انت ايفنت يعني عيد ميلاد ولا مناسبه فكيديروا معك ثمن مختلف حيت كيمشيو معك لاي بلاصه بغيتي انت حتى للصالون مثلا انت كتجيب العروسه وكذا راك فاهمين المهم كاين غير هنايا في لاكوت جيت ماكدو ها هو ماكدو ها هو لوكال ديالهم ولا هي النمره سدوا الطوموبيل ونسدوا الفيديو كنبغيكم بزاف شكرا حيت تفرجتوا ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناه فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد صراحه داز النهار واعر بزاف بزاف جربنا واحد الشعور اللي صراحه ما جربناهش ديك الساعه وكيبقى شعور زوين تزوجوا الدراري تزوجوا الدريه كتقيدنا دابا النصيحه اللي ننصحكم نصيحه اخويه الناس واخا كنتي باقي صغير تقد تنفق هذه النصيحه من بعد قول قال لا زاوي ما تزوج حتى دير علاش ترجع انا ابتسام ادبتها معايا ديال بصح
عذبت معايا مالي مطار، كانت بزاف ديال المعاناه باش وصلنا لشي حوايج كنا كنحلموا بهم. ولكن كون انت من الاول درتي علاش ترجع عاد ديك الساعه انك تفكر انك تتزوج غتكون مزيانه، ولكن باش تجي وتزعم راه صعيبه. ولا لقيتي بنت الناس اللي غادي تصبر معاك وغادي تكافح معاك، مزيان تعيش مع هذيك التجربه الصراحه. علاش؟ حيت ملي كتوصلوا شي حوايج نتوما باغينهم بحال طوموبيل ودار وخدمه ومشروع، كتفكروا ديك الايامات اللي نتوما عانيتوا فيها كتفرحوا اكثر. اه زعما انا بغيتي، المهم شعور متبادل، سواء درتي هاك ولا هاك، المهم هو تلقى واحد الانسان اللي صبر معاك كيبغيك وكتبغيه وكيحماق عليك وتعيش معاه السعاده كيما كنبغيكم نتوما بزاف. شكرا لكم، تهلاو.